تحياتي لكم جميعا من تويوتا العراق. نتكلم الآن معكم من إحدى صالات العرض لدينا، ونأمل أن تكون أنتم وعائلكم بصحة وسلامة في هذا الوباء. وكما نعلم في هذه السنة واجهنا الكثير من التغييرات التي اجتزناها معا، وأعطت لنا فرصة للاستمتاع بالتكنولوجيا الحديثة التي استخدمناها اليوم. اليوم تقنية تويوتا هايبريد الهجينة بشكل عام وتويوتا كورولا كروس بشكل خاص مفيدة، حيث تنتج انبعاثات أقل بنسبة 90% من السيارات المماثلة الغير هجينة. اليوم سوف نزودكم بتفاصيل عن تويوتا كورولا كروس الجديدة كليا، بكونها سيارة عائلية وصديقة للبيئة. سيداتي سادتي، تويوتا كورولا كروس الجديدة كليا مع مميزاتها الهجينة تتمتع بشكل خارجي رائع ومستقبلي وداخلية فارهة، تم تصنيعها من قبل مجموعة من المهندسين الذين يعملون في شركة تويوتا لتطوير المركبات الهجينة بإشراف المهندس دايزو كامياما. قامت شركة تويوتا بإنتاج أول بريوس عام 1997 التي تعمل بالبنزين والكهرباء، واستمرت بتطوير هذا المشروع من ذلك الوقت. مع شكلها الخارجي الرائع ومميزاتها، تويوتا كورولا كروز تأخذكم إلى الأماكن التي تودون الوصول إليها وتجعلكم فخورين بها. هذا التصميم الرائع يقول لكم استمتعوا بهذه السيارة من ناحية القوة والهدوء. تمتع بمميزات الداخلية للسيارة. السيارة تتكون من شاشة بحجم 7 بوصات بتقنية TFT، الشاشات الملونة عالية الدقة. وكذلك تويوتا تهتم بسلامة عملائها بالدرجة الأولى، فقامت بإضافة نظام صوتي لتنبيه المشاة وسائقي الدراجات الهوائية حين اقتراب السيارة إليهم خلال وضعية القيادة الكهربائية. إنها بالفعل سيارة صممت تتمتع بقيادتها الهادئة، ستنقلكم أنتم وعائلتكم إلى مرحلة جديدة في عالم السيارات. أنتم من ستقررون أن تمنحوا الجيل القادم حياة أفضل وبيئة أنظف بتقنية الهايبريد الجديدة. ألقي نظرة فاحصة على تويوتا كورولا كروس الجديدة كلياً، وندعوك بزيارة إحدى صالات العرض الخاصة بنا. ويمكنكم أيضاً زيارة الموقع www.toyota.iq أو إحدى منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بنا. من فريق تويوتا نتمنى لكم يوماً سعيداً.